خرج لنا السفاح قال لك يا قدي كان لابس جلابه كحله وجهه ما كيبانش لينا حيت مغطي بواحد الزيف زيف احمر كيبان غير عيني وهز في يده واحد المنجل عامر بالدم طبعا غير شفناه خرج لينا من وسط الشجر تخلعنا وما عرفنا شنو نديرو هربنا والخوف والرعب فينا كنجريو وانا كنقول ايوب اجري اجري ما توقفش عندك توقف واحد شوية ايوب ما شافش واحد الحجرة كبيرة ضربها برجلو توعت وطاح الله شد برجلو وهو كيغوت عمر ما تخلينيش انا بوحدي وتمشي غادي يقتلني انا ما بغيتش نموت هنا انا ملي شفت ايوب طاح رجعت لعندو وقلت ليه ايوب صبر صبر سكت شوية راه غادي يسمعنا الا كان قريب لينا انا معاك ما غاديش نتخلى عليك قطعت واحد طرف ديال التوب من التريكو ديالي وحزمت رجل ديال ايوب وشجعته ينوض ويتمشى باش نشوفوا شي بلاصه نتخباو فيها ناض ايوب وانا معاونو باش يتمشاو بعدو من ديك البلاصه ولكن ايوب كان منهار من الضعف والعيا والرجل اللي مضروره كتشكل عائق لينا باش نبعدو بزاف قلت لايوب ايوب صبر اخويا صبر راه غادي يخرج من هنا غير صبر وزيد وغادي نلقاو حمد ان شاء الله ونمشيو من هنا يعلم الله اش خبارو حتى هو قال لي يا ايوب عمر انا غير كنعطلك هنا ويقدر هاد المجرم القتال يخرج لنا في اي لحظه خليني هنا وسير قلت ليه اش هادشي كتقول انا ما نقدرش ندير هادشي انا غادي نخرجك من هنا وكنوعدك زيد وسكت جاوبني ايوب خليني شويه نرتاح اخويا عمر راه عييت قلت ليه انا غادي نحطك هنا نقضي حاجتي ونكملو راه بعدنا شويه عليه ما غاديش يلقانا المهم شديت ايوب شويه حتى هبط وحط ظهرو على واحد الشجره زدت شويه جيت واحد الشجره باش نقضي حاجتي ومن بعد نكملو الطريق حنا كنا غير باغيين ما يلقناش مول المنجل حتى يصبح الحال ويبان شي واحد تعتقل مشيت باش نقضي حاجتي وكنت عاطي بظهر الايوب ملي كملته وضرت كنت حاضر راسي غير هزيت راسي تصدمت وتخلعت الكابيه بشلو شلو عليا تماما شفت ورا ايوب ولقيت هذاك السفاح واقف حداه وهز المنجل اللي عامر بالدم وضرب ايوب بالمنجل في الراس حتى الدم طوش من راسه ايوب مات في البلاصه كرم بلاصتو مسكين انا غير شفت داك المنظر عرفت وانا كنبكي وكنمسح دموعي وكنقول صلاح مات وايوب حتى هو وحمد يعلم الله شنو طاري ليه اسمحوا لي يا صحابي ما قدرش نحميكم بقيت كنجري هربان وفي الخوف والرعب من الوحش اللي ما في قلبه لا رحمه ولا شفقه اللي قتل لي صحابي ببشاعه وبدون تردد ملي كنت هربان نسيت البيل وكنقول على راسي عندك غير نطيح في الطريق حيت ما بقيتش كنشوف والو وهاد الغابه مخيفه في الليل والظلام بسبب الاشجار المتشابكه من غير داك الضوء ديال القمر اللي ما كيوصلش للارض ابدا وانا غادي كنجري ما كيبان ليا والو وداك الوحش اللي متعطش للدم ورايا ما خصنيش نوقف حيت الا وقفت غادي يكون المصير ديالي بحال صحابي اللي فقدتهم في رمشت عين وحمد اللي مازال ما عرفش شنو طرا ليه كنت غادي كنجري الافكار كضو في راسي جرت بزاف واخا كان فيا العيا مع الخوف ما حسيتش به ما قدرتش نوقف حتى لقيت واحد الدار وقلت مع راسي لقيت اللي غادي يعاوني نخرج من هاد المصيبه اللي انا فيها اللي عمرها طاحت على بالي واخا صحابي بقاو فيا ولكن اللي عطى الله عطاه وليت كنفكر دابا غير في راسي وكيفاش ما يكونش المصير ديالي بحال المصير ديال صلاح وايوب والمصير المجهول ديال احمد اللي ما عرفتو واش ميت ولا حي بقيت غادي في طريقي كنجري حتى وصلت لديك الدار لقيت الشطاج مسدودين والباب مسدود حتى هو بقيت كنطق وكنغوت حتى واحد ما كيجاوب كنت كنعيط واش كاين شي واحد هنا واش كاين شي واحد عافاكم راه محتاج للمساعده والو حتى واحد ما كيسمعني وما كاين حتى واحد في ديك الدار على شكون هاد المسطل اللي غادي يسكن هنا وهاد السفاح المرض كيدور في هاد الغابه حر طليخ وكيحصد في الارواح ديال الناس ملي ما سمعني حتى واحد بانت لي واحد النافذه الفوق محلوله شويه قررت نطلع وندخل ديك الدار باش نتخزن فيها حتى يصبح الحال وتقول لي هاد الدار على الاقل ما كان امن ضد هاداك السفاح مول المنجل شويه بان لي واحد البرميل جريته وطلعت عليه حتى دخلت من النافذه كان غير الظلام ما كيبان والو خاصه في الداخل بديت كنقلب في الدار ياك ما لقيت شي حاجه نضوي بها حتى الدار ما لقيتش فيها الضوء حتى لقيت نص ديال الشمعه
وواحد البريكه بزز باش بانوا ليا بالضوء ديال القمر اللي كنت يدخل من الشرجم. شعلت الشمعه وبديت كنقلب على الماء، ماشي على قبل الطوموبيل دابا، على قبلي انا، حيت جريت بزاف وحس بالعطش ولقيت واحد الخابيه فيها الماء. شربت منها وتفكرت صحابي مساكن، وبديت كنبكي وكنقول علاش طرا لينا هادشي كامل يا ربي، كل لقينا هاد الماء من الاول ما كانش غادي يطرا لينا هادشي كامل. كون راه صاحبي صلاح وايوب معايا دابا، وحمد حتى هو اللي ما عرفتوش دابا شنو وقع ليه. شويه كنسمع بحال شي تقرقيل، تخلعت وخفت بزاف، وداك الصوت كان جاي من تحت الدار. زعمت وغادي تابع داك الصوت ومخلوع مخلوع بزاف، وانا القباب كيدي لتحت الدار. حليت الباب وخرجت منه، وخرجت منه واحد الطوبه، كان هذاك الصوت ديالها اللي سمعت قفزتني من بلاصتي. وانا نزيد دخلت مع الباب وانا تصدمت داك الشيء اللي لقيته. ما تصورش شنو لقيت، كان الراس ديال احمد فوق الطابله عامر بالدم. هربت وسديت الباب، وكان الخوف والحزن كيعصر القلب ديالي. حتى من احمد لقيته مقتول مسكين، بقيت كنغوت وكنبكي وكنقول لا لا احمد حتى انت قتلك يا ربي، اش هاد الشيء اللي انا فيه، اش هاد المكتوب. تمركت نفسي شويه وبديت كنقول الجبر راس احمد هنا، كانوا الدموع كيطيحوا من عينيا. رجع لي شويه ديال الوعي وعرفت بلي انا في الدار ديال ديال السفاح. الخوف والرعب شدني، ما تصوروش باش كنت كنحس في ديك اللحظه. الشمعه اللي كنت هز في يدي لقيتها طفات، وكنت في الظلام وما حاش بفعل الصدمه اللي انا مازال تحت التاثير ديالها. عاود شعلتها ودخلت ولحت واحد الطرف ديال الثوب على الراس ديال احمد باش ما نبقاش نشوف داك المنظر، وبديت كنقلب على شي حاجه باش نحمي راسي. من بعد ما بقيت كنقلب لقيت واحد الخريطه وواحد الدميه ومنجل وتصاور ديالنا انا وايوب وحمد، الا صراحة ما لقيتش التصويره ديالو معانا. بديت كنقلب في دوك التصاور ولقيت معاهم التصويره ديال البنت. بقيت كنشوف ديك التصويره، جاب لي الله بحال كنعرفها، ما غريبهش عليا، ولكن الغريب في الامر شنو كانوا تصاورنا كيديروا هنا وعندها تسبح هذا. طاحت ليا من يدي تصويره البنت وهبط نازا، كتبان ليا شي كتبه مكتوبه على الظهر ديال التصويره. كان مكتوب فيها اختي اختي ما تخافيش، غادي يجي واحد النهار نتقام ليك منهم واحد واحد واحد، كان وعد وعد. انا من شفت ديك الكتبه عرفت بلي هاد الجرائم اللي وقعت ما كانت بالصدفه، كاين وراها شي دافع اخر اللي هو الانتقام. شويه كنسمع الباب ديال الدار كيتحل، حيت الثوب من فوق راس احمد ورجعت داكشي كيف كان، وطفيت الشمع وتخبيت. شويه كيبان ليا في الظلام واحد داخل هاز في يدو منجل، وفي اليد الثانيه راس، ما عرفتش ديال من حيت كان الظلام، وعرفت باللي السفاح مول المنجل هنا في كيتخبى، هذا هو المخبأ ديالو. بقيت مخزون وانا متحكم في راسي، وكنطلب من الله يعاونني نخرج من هذه المحنه هذه اللي انا دابا فيها. دخلت السفاح وحط المنجل وبدا كيقلب، ما عرفش على شنو كان تيقلب، خفت بزاف لا يكون عارفني في الدار وكيقلب عليا. ساعه كنت غاضب، كان غير كيقلب على الشمعه والبريكه اللي هزيت ليه من فوق الطابله، وكان عاطيني بالظهر، وقلبي كان كيضرب، كان باغي يخرج من بلاصتو. شويه شفتو كيحيد داك السيف باش كان مغطي الوجه ديالو، كنت كنتسنى فارغ الصبر نشوف وجهه ونعرفو شكون. وكانت الصدمه الكبيره ملي شفتو وسمعت صوته كيهضر وكيقول اخيرا اختي خديت لك حقك منهم بيدي، وفيت بوعدي ليك، قتلت احمد وقتلت ايوب اللي تعداو عليك. ما تخيلوش الصدمه اللي كنت فيها انا والرعب اللي كنت فيه. الارض كانت كدور بيا، مول المنجل كان هو صلاح، هذا صاحبي صلاح لا يمكنش، انا واقلا كنحلم. رجعت سنت اللور تفكرت باللي الجوتا اللي شفنا مع القبض في الشرا كانت بلا راس، ودابا احمد لقيت غير راسه، والجوتا ما كايناش، يعني الجوتا ديال احمد هذيك وغير الملابس اللي ديال صلاح. كنت كنقول باللي هذا ماشي صلاح صاحبي، هذا راه شيطان بصفة انسان. قررت باش نهرب ونعلم البوليس بهادشي، وبنت لي واحد القرعه ديال الزاج حداي، خليته حتى عطاني بالظهر وضربته للراس وطاح للارض، وربطته مزيان من يدو ومن رجليه. خديت ليه المنجل وبغيت نقتلو ونتقم صحابي اللي ماتوا بسببه، لكن قلت مع راسي خصو يهضر ويعطيني تفسير لهادشي اللي دار. شويه صرفقته وفاق بدا كيضحك وقال لي عمر عندك الزهر هربتي مني، ولكن انت ما بيني وبينك والو، ايوب وحمد هما اللي بغيت ونجحت من اللي خديت حقي منهم.
ما حسيت حتى ضربت لوجو بيدي وبديت كنغوت عليه. صلاة، حنا راه كنا صحاب وبحال الخوت، شنو السبب اللي خلاك دير هادشي كامل يا القتال؟ قال لي انا غادي نعاود لك دابا ملي عرفتي شكون انا. كانت عندي واحد الاخت عزيزة عليا بزاف سميتها مريم، وكانت هي الوحيده عندي من بعد ما ماتوا والديا. تكلفت بها انا وربيتها وقريتها حتى حيت كنت مازال صغيره. واحد النهار جات عندي وقالت لي صلاح، راه عندنا واحد الرحله للغابه مع الاصدقاء ديالك وبغيت نمشي، شنو بان لك؟ قلت لها اختي ماشي مشكل، الا كانوا غير الاصدقاء ديالك لكن مشكل سيري. قالت لي شكرا اخويا الله يخليك ليا. المهم مشات اختي مريم معاهم للرحله، وكان ديك الساعه ايوب وحمد ديك الرحله توما، ولكن تعداو عليها وتكرسوا لي عليها، وملي تشدوا حكموا عليهم بالبراء. ملي اختي ما خدتش حقها ولات بواحد الحاله نفسيه خايبه وما قدرتش تبقى عايشه، ومشات انتحرات. من ديك الساعه حلفت حتى انتقم منهم وبديت كنتقرب منكم حتى وليتوا صحابي، وانا اللي نشرت ديك الهضره ديال هاد الغباب اللي هي زوينه باش نجيو ليها. اما البلاكه المصدية اللي لقيتي في الطريق انا اللي درتها، حيت عرفتك غادي تدوز من طريق مختصره، قاطعته. والكتبه اللي كانت في الطوموبيل شكون اللي كتبها؟ وكان قال لي ايوب اللي شاف شي واحد هاز منجل وانت كنتي معاه. قال لي انا اللي كتبتها في الزاج الخلفي من اللي قلتو لي جيب الماء من الكوفر باش ديرو في الرادياتور، ما شفتونيش حيت كنتو مشغولين بالعطل اللي كان فيها. ومن المنجل اللي شفنا انا وايوب كان غير دوميه مجدة انا وحطات ما ولصقت ليها المنجل وحزمته بواحد الحبل. قلت ليه الدوميه هي اللي كاينه في البيت فين كاينه راس احمد؟ قال لي اه هادي. قلت ليه انت ماشي صالح، انت شيطان، واخا هادشي كامل ما خصكش تقتلو، ماشي من حقك يا المجرم. قال لي ونزيدك، شديت الجوتة ديال احمد حيت لي الملابس ولبست الملابس ديالي باش تصحابوني انا. انا ملي صالح شفتو كيضحك ضربتو حتى الدم خرج لي من فمو، وقلت ليه غادي نقتلك هنا يا المجرم ونتهنى منك. جاوبني بواحد البرودة، دابا دير اللي بغيتي، انا تهنيت دابا وخديت حقي منهم بيدي. قلت ليه وانا شنو درت ليك؟ كنتي باغي تقتلني؟ قال لي انت كنتي معاهم وكنتي غادي تخسر لي الخطه ديالي ملي مشيتي مع احمد كتقلبوا على الماء، كل لقيتوه كنتو غادي تخدموا الطوموبيل اللي درت بحسابات وقفت تما، درتي واحد الفويت في التيو ديال الرادياتور غير توصل ديك البلاصه توقف، والماء انا اللي ما عمرتوش، ودوك الناس اللي شفتهم مقتولين اكتشفوا الخطه ديالي وكانوا غادي يبلغوا البوليس، ساعه صفيت عليهم واحد واحد. قلت ليه انا غادي نقتلك بيدي المجرم القتال. صالح بدا كيضحك وانا اللي حداك الشمعة وشعلت النار في ديك الدار، سديت الباب وخرجت. كنت عيان بزاف وكنحس براسي مهلوك، ما قادش نزيد. كنشوف الساعه كنلقى 4:30 ديال الصباح، شويه كنسمع الصوت ديال الوالده كتفيق فيا عمر عمر، والتنوضك تعطلتي على الخدمه يا المسخوط. كنت مخلوع وانا كنقول فيني انا، واش انا كنحلم؟ قالت لي الوالده والتنوض ديال المسخوط دابا يجريو عليك من الخدمه. جاوبتها ناري يا الوالده باش حلمت، الله يستر وصافي. نطت ولبست حوايجي وهبطت كنجري، طلعت للطوموبيل وما بغاش ديماري. شويه جاني واحد الميساج في البورطابل من صلاح، عمر كاين واحد الرحله للغابه الا بغيتي تمشي.